وسهلا. عايز تظبط علاقتك مع الاشخاص، نصيحه كده لله، قلل الاكسبكتيشنز من الناس. بس لما بتكون انت فرستريتد من حد معين او ان انت زعلان من حد معين he didn't deliver what you expect من العلاقه، بتبقى بتتكلم في الموضوع ده بقفش كده. فتلاقي مثلا انواع البوست على الفيسبوك اللي هو ايه اصعب طعنه اللي يجيلك من اقرب الناس اليك. لما تقلل توقعاتك من الاشخاص اللي حواليك العلاقه بتبقى سويه. ليه؟ اديك اكزامبل. مثلا انت بيبقى عندك بيرسبشنز معينه عن الاشخاص، البيرسبشن ده لازم يكون واقعي. ليه؟ لان هو كل ما يتبني على اللي انت عايزه منه. انت مثلا عايزه ان هو يكون جدع معاك جدا، وهو جدع بس مش قوي، وده عادي، في اشخاص عادي تمام. خلينا مثلا اكزامبل في البنات، انا محدش هيقف معايا في الموقف ده غير مروه حبيبتي. وانت بقى بيبقى عندك اكسبكتيشنز رهيبه، مروه انا محتاجه لك، انا واقعه في مصيبه ومحتاجه كذا كذا كذا، وتكون مروه بقى هي يوم بيمر بيها عندها حاجات تانية خالص انت ما عندكيش علم بيها، ومروه اصلا ما عندهاش استعداد ان هي تساعدك، او عندها استعداد بس مش قادره. ايا كان بقى، فتلاقي رد الفعل الصادم ان مروه ما وقفتش جنبك، فانت بقى تروحي قفشه تقولي اصعب طعنه اللي يجي لك من اقرب الناس اليك. هو المشكله كلها كانت في الاكسبكتيشنز من مروه اصلا، مش معنى كده ان هي ممكن تكون غلطانه على فكره وكانت قادره تساعدك، بس انت من الاول لو انت مظبطه الاكسبكتيشنز بتاعتك، هو انا في الموقف ده محتاجه اتصرف ازاي وممكن اتصرف ازاي، وهل محتاجه مساعده من حد ومين اللي ممكن يساعدني، كل ده تمام. بس يكون عندك اكسبكتيشنز وانت بتطلبي مساعده من اللي حواليكي ان هو ممكن ما يساعدوكيش. يا جماعه ما ينفعش يكون اي حاجه بتحصل لنا في الدنيا احنا حاطين اوبشن واحد بس، الا لو مضطرين بقى. لكن انا دلوقتي انت هتطلبي مساعده من مروه، هو في احتمالين، يا اما ان هي تعمل لك اللي انت عايزاه وده طبعا يبقى حاجه جميله جدا، يا اما ان هي تساعدك بس بقدر اقل من اللي انت عايزاه، يا اما ان هي تحلق لك. احنا ليه بقى بنشيل ان هي تحلق لك؟ لا لا، دي مروه حبيبتي. ايوه عادي، ممكن يكون هي عندها ظرف او مش قادره تساعد او عندها وجهه نظر في المساعده دي. ففكره الاكسبكتيشنز مهمه قوي عشان علاقتك بمروه تفضل كويسه، لان انت من الاول لو عارفه ان هي ممكن مروه تحلق لك ومروه حلقت لك فعلا، انت يور بيس جدا. ما تجيش بقى تقطعي علاقتك بمروه بقى وتقفشي خالص خالص، وتيجي تقول لك بقى هنا هو انت زعلانه مني، تقولي تمام انا ممكن كان عندي اكسبكتيشنز مختلفه بس تمام، يعني ممكن نتكلم في الموضوع ده، او تقول لها لا انا مش زعلانه، انا كنت متصوره ان انت ممكن ما تقدريش تساعديني في الموضوع ده. بيرفكت. لكن رد الفعل الثالث بقى اللي هو تقطعي مع مروه، لا يا مروه لا 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 انا ما كنتش متصوره انت تعملي كده، ليه 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 الدراما دي كلها؟ ليه الدراما دي كلها؟ كده مش هيبقى لنا حد في حياتنا. فيا ريت بس موضوع الاكسبكتيشنز ده تظبطوه، عشان الاكسبكتيشنز بتساعد جامد ان العلاقات تفضل سويه. شكرا جزيلا ونراكم على خير.